بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن لله تعالى أهلين في الدنيا، ألا إن أهل الله في الدنيا هم أهل الله في الآخرة، إنهم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فإن أهل الله سبحانه عز وجل يرتبطون بسبب إليه. القرآن حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه بيد أهل الله وبيد المؤمنين، فمن أخذ بالحبل قاده إلى أعلى عليين. ألا تعلمون أن أهل الله يوم القيامة لهم الشرف الأسنى والرفعة عند الله، حينما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، والشمس تدنو من رؤوس العباد في يوم طوله 50,000 سنة، يغرق الناس تحت وهج الشمس التي تقترب منهم، كل على حسب جرمه. إلا أن أهل الله أبدا أبدا لا يعيشون هذه الظروف التي لا توصف ولا يدرك كنهها العقول، وإنما يذهب بهم كما كانوا يشنفون أسماع الناس بخير الكلام. وخير الكلام كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على أدناكم وعلى خلقه سبحانه. يوقفون عند باب الجنة وينوه بهم حيث لم يكونوا منوها بهم في الدنيا، إنما ينوه وتفرش السجاد الأحمر لأولئك الذين يسمعون الناس الكلام الساقط. يا للعجب، فيابى الله إلا أن يرفع من حاول البعض خفضه، ويخفض من حاول الخلق رفعه، فيرفعهم الله في ذلك المقام الصعب، فيوقفون عند أبواب الجنة وينوه بهم فيقال اقرأوا وارتقوا ورتلوا كما كنتم ترتلون القرآن في الدنيا. يا الله يا الله، ولأمر ما جعل الله عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن 6236، فكلما قرأ آية ارتقى درجة حتى يصير بجوار الله. إنها أهليته لله التي تقربه بحيث يسمر العينين في وجه الله لا يبرح بي أبدا، إنه مال الله وخاصته. هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تبين فضل أهل الله هي التي تجعل كثيرا من الناس لا يتركون أبدا هذه الفرصة، ولا يفوتون مناسبة إلا ويعملوا جاهدين من أجل أن يكونوا بإذن الله في أدب جم مع كتاب الله، حفظا وسماعا وتلاوة وتدبرا وعملا وقياما واستشفاء. الله أكبر الله أكبر. لماذا هذا السياق؟ هذا السياق يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في إطار الخبر الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في كل منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الشيخ عبد الله كامل رحمة الله عليه. وكثيرا ما تداول الناس من قبل وفاته، لكن هذه المرة وتوفي حقيقة. فالذي كان يتداول عنه أنه توفي ولم يكن قد توفي، توفي اليوم. وهذا الذي يحدثكم والذي يتحدث عن وفاة عبد الله كامل سيأتي اليوم الذي توفاه الله فيه، فإن الوفاة أجل، ولن يستقدم أحد أجله ولا يستأخر. إنها الحقيقة، إنه الكتاب، كتاب مؤجلة، كتاب عند الله تبارك وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. توفي الشيخ عبد الله كامل رحمة الله عليه، ازداد سنة 85,900,000، وهو الذي عانى من فقدان البصر، ثم بعد ذلك حفظ القرآن صبيا، ثم بعد ذلك بدأ نجمه يسطع حينما بدأت تلك المسابقات والمباريات لاختيار أجود من يحسن الترتيل أو يحفظ القرآن، فحصل على الكثير من المراتب الأولى مكنته من أن يكون معروفا عند هذه القنوات. ولقد سطع نجمه في قناة المجد التي أغلقت من بعد، أو من يعني أغلقت من قبل ذلك،
ثم صار يستدعى إلى تلك القنوات الإسلامية الرحمة، قناة الناس، وبرز فيها بإذن الله تبارك وتعالى قارئا مجودا، ثم كانت له بعض البرامج، ثم كان يستقبل في برامج أخرى في مواضع أخرى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كثرت أسفاره وصار يسافر كثيرا إلى كثير من البلدان، يرتل القرآن في المساجد ويؤم الناس ويعلم الناس ويخطب في الناس ويؤدب الناس ويقول الخاطرة بين الناس. نعم، الشيخ عبد الله كامل لو لم يبتله الله إلا بفقد البصر ويصبر ويكون الصبر جميلا لبشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به بشارة. من ابتليته في حبيبتيه ليس له عندما يلقى الله إلا الجنة إذا صبر. فكان إن شاء الله تبارك وتعالى عبد الله كامل كما سمعت ممن رافق إنسانا دمث الخلق، إنسانا بإذن الله حسن المعشر، إنسانا بإذن الله خفيف الظل، إنسانا صاحب نكتة، لم يكن عبوسا، وإنما كان بإذن الله تبارك وتعالى يقول النكتة بسجيته، ولقد صارت بذكرها الركبان وسمع الجميع تلك النكتة التي قالها في جمع من هؤلاء العلماء، وهو بإذن الله في مبارة من مباريات ما يسمى باختيار هذه الأصوات لكي تحوز إن شاء الله تبارك الجوائز، فقال صليت بالناس ذات مرة فلما صرت أقرأ الفاتحة ثم أصعد وأخفض حسب المقامات، إذا بأحد وأنا أقرأ الفاتحة يترنم معي بتلك المقامات صوت موسيقي، فإذا صعد الإمام صعد وراءه فترك تلك القاعة مشبعة بالضحك. هذه فقط نبذة بسيطة قصيرة جدا على خفة روحه ودماثة خلقه وإيثاره للنكتة. لا إله إلا الله. كان يقرأ القرآن ومن يستمع إليه وهو في المحارب يبكي وهو يتحدث في سورة طه عن القيامة، أو يتحدث الله تبارك وتعالى وهو يتلو أواخر سورة سمعته أواخر سورة مريم يقول تبارك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات فيبكي. وكان الناس يظنون مثلا كثير منهم أنه يبكي فقط عند قراءته في المحاريب يؤم به الناس، لكن سمعت من أحد إخوانه وأحبابه يقول في المدينة المنورة هناك في مسجد رسول الله يقرأ ويبكي لوحده، وشاهدت ذلك مرارا وتكرارا. كان يختم القرآن في كل شهر 24 مرة، وفي السنة الماضية ختمها 28 مرة، وقال هذا العام وقد ختم 24 قال شغلت بالأصفار عن القرآن. الله 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 الله، يعني ختمتين في الشهر على الأقل. الله أكبر. مع كثرة سفره وكثرة البرامج التي يقوم بها ومع ذلك يجد الوقت لكي يقرأ القرآن مرتين في الشهر يختمه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن بإذن الله تبارك وتعالى رحل عنا فارس القرآن الشيخ عبد الله كامل في ريعان شبابه رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته. أقرأ عليكم اللحظات الأخيرة كما رواها حبيبه وصاحبه لا أزيد ولا أنقص. آخر لحظات الشيخ عبد الله كامل قبل وفاته. هذا صديقه يسمى مصطفى أبو سيف بمدينة نيوجيرسي التي مات فيها في مسجد التوحيد. آخر ما كان من أمر الشيخ عبد الله كامل رحمه الله يقول بعد أن صام رمضان وقامه، الله أكبر، شوفوا الختمة، صام رمضان وقام رمضان وطاف في العديد من الولايات، طاف في العديد من الولايات المتحدة الأمريكية وختمها في نيوجيرسي، يقرأ كتاب الله في بيوت الله بصوته الفريد العذبي الذي عرف به. يقول ختم القرآن لنفسه 24 مرة هذا العام كما أخبرني هو بذلك، وكان قد ختمه في العام الماضي 28 ختمة.
واعتذر قائلا: شغلتني كثرة الأصفار هذا العام. يا رب يا رب، 24 ختمة ويقوم بها الليل ولا تحسب لها تعال القيام، ومع ذلك يقول شغلتني الأصفار، فماذا نقول نحن الكسلاء؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. استأذنه بعض الإخوان أن يستضيفه في منزلي هذه الأيام، فاستشارني في ذلك، فقلت له: أنت ضيف الله في بيت الله، لا تخرج من غرفة الاستضافة في المسجد، وأنا أخدمك ولا ينقصك شيء إن شاء الله. فوافقني الرأي لكي يبقى في المسجد ويموت في المسجد. الله 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 الله. وقال: أنا أحب هذه الغرفة، فلكم ختمت القرآن فيها مرات ومرات، وسبحان الله مات فيها، فالحمد لله الذي وفقنا لذلك. أعطى خاطرة في الصلاة، في صلاة بعد أن صلى بهم صلاة الصبح يوم الأربعاء بالأمس، قال في خاطرتي أمس، اسمعوا اسمعوا الخاطرة، آخر خاطرة ديرها في الحياة نتاعو، يقول: إلى هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، وهل يصبرني على ما أنا فيه إلا رؤية وجه ربي يوم القيامة؟ هو لا يرى، ويتمنى أن يكون أول من يفتح عليه العينين وجه الله. الله، هذه آخر خاطرة يا سبحان الله. لئن كان أحد يغبط أحدا على الموت فإنا نغبط الأولياء عند موتهم لهذه الخاتمة الطيبة التي يختارها الله لأوليائه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله غلا نعود لهذه مما قاله في خاطرتي أمس: إلى هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، وهل يصبرني على ما أنا فيه، يعني من البلاء، إلا رؤية وجه ربي يوم القيامة. الله الله الله. قال: صلينا اليوم الفجر، أي البارحة الأربعاء 27/4 الموافق بإذن الله تبارك وتعالى لستة شوال، هم عندهم ستة احنا عندنا خمسة. صلينا سوي الفجر في مسجد التوحيد بولاية نيوجيرسي، والحمد لله إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني هذا المسجد بإذن الله زور ما كان لش. المهم، وألقى فيها خاطرة بعد الصلاة، ثم جلست أنا وهو في بيتي نقرأ ونتذاكر من الفجر، الله، من الفجر حتى صلاة الظهر، ما توقفنا إلا لطعام أو شراب. كانت جلسة لم أرى مثلها، كنا نقرأ ونتذاكر ونمزح ونضحك ونبكي ونتأثر. وأذكر أنه مر على خاطرة في صورة التكوير، تعرف صورة التكوير واسمه إياه، إذا الشمس كورت كأنك ترى القيامة رأي العين. سبحان الله، كل من المسائل التي ختم بها الحياة تتحدث عن الآخرة، عن رؤية وجه الله. لا إله إلا الله. مر على خاطرة في صورة التكوير فبكى بكاء شديدا، وعن خاطرة عن سل 40 قال فيها: إذا تم أمر بعد نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فقال: كم عمري؟ يسأل صاحبه: كم عمرك؟ قلت: بالهجري قد جاوزت 40 بخمسة أشهر. فتأثر لما سمع وبدا ذلك على محياه وصفحات وجهه. وعند صلاة الظهر طلب مني أن أتقدم أنا للصلاة، فأبيت إلا أن أقدمه، فتقدم والحمد لله صلى بنا. وبعد الصلاة قال بعضنا لبعض: لنستريح قليلا ثم نواصل. فقمت، أما هو لم يقم، وكانت الفاجعة. انتظرنا للعصر فلم ينزل، قلنا إنه متعب. وفي المغرب لم ينزل، فذهبت لأوقظه، فإذا بروحي قد صعدت إلى باريها، فجعت به فاجعة لم أفجع بمثلها قط. لا إله إلا الله. فقد كان يجمعنا حب في الله لا حدود له،
وكان يقول لي سبحان الذي ألف بين قلوبنا، وكان يحبني جدا. وأنا والله يقول وأنا والله يا صاحبي أحبك في الله حبا جما، والحمد لله الذي جمعني بك على محبته وأن فارقتني على محبته، وأحمد الله جعلني آخر من جالست وآخر من حدثت، وإني والله على فراقك لمحزون محزون، لكني لا أقول إلا ما يرضي ربي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أخي، وجمعني بك في جنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب، مصطفى أبو سيف. أقول إن موت العلماء وموت هؤلاء ثلمة في الدين لا ترتقي، لكن حسبنا أن الأمة ولادة، وأن الله يخلفنا في هؤلاء خيرا. هذه الأولى. الثانية، كلنا نموت، فنسأل الله الذي ختم له بهذا الخير وقذف محبته في قلوب العباد في المشارق والمغارب أن يرزقنا موتة طيبة يختم الله لنا بها ختاما حسينا حسنا طيبا يحبه الله ويرضاه. الثالثة، كن يا أخي على وجل، فإنك ستموت والموت لا يأتيك وقد أنذرك، بل يأتيك على غير علمك، لا تأتيكم إلا بغتة، فعليك أن تكون مستعدا للقاء الله. نام الاثنان بعد صلاة الظهر فقام أحدهما ولم يقم الآخر، أسمعتم كيف عبر عنها؟ قال رحت لأنام فاستيقظت وراح لينام فلم يستيقظ. الله. المسألة الرابعة، عزائي لعائلة الشيخ عبد الله كامل الصغيرة في مصر، ولأحبابه وأصدقائه، ولأهل القرآن جميعا، ولمحبيه في العالم كله. الرابعة، أسأل الله أن يجعله من أهل الله وأن يستقبله لكي يرى وجهه، فإنما صبره كما قال إلا رؤية وجه الله، ما صبره على ما أصابه من بلاء إلا رؤية وجه الله. فأسأل الله، وقد بكى عندما قرأ سورة التكوير وهو يتحدث عن ما يلاقي العبد بعد الموت في عرصات يوم القيامة، أسأل الله أن لا يريه شيئا من تلك المكاره، وأن يجعله من بني يوقفون عند باب الجنة ويحشرون إلى الرحمن وفدا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن لا تفتننا في هذا الزمان، وأن جعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث يتكلم عن نصيحة جبريل له، يقول جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وخا تحبوا ولا ما تحبوش غادي دير، وأعمل ما شئت فإنك مزيون به. أقول كلمة عن افتراق الأحبة، واحد الفيديو في سواعد الإخاء للشيخ عصام البشير يودع، سارت هاتي الكلمة للمتحابين عند الفراق، صارت بذكرها الركبان. ترى كيف المحبة في الله تكسب الإنسان شعورا لا يوصف، فسبحان من يجمع القلوب على الله، سبحان الله سبحان الله. لذلك أقول لمن أحببناهم في الله دون أن نراهم ودون أن نعايشهم، نقول لهم أما والله لو كان الموت هو آخر عهدنا بكم لبكيناكم حتى تنفلق الكبد، ولكن لنا لقاء معكم تصديقا لقول النبي لأصحابه ولإخوانه، موعدنا وإياكم عند الحوض، موعدنا مع رسول الله عند الحوض وأحباب رسول الله.
وأصحاب رسول الله وإخوان رسول الله. اللهم اجعلنا ممن نلتقي عند الحوض، وصلى الله على حبيبنا محمد.